ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ
تغير.